عرضة انفراد كلي عن بقية المراكز. مشغلة تحاول مشغلة اللي في المركز الثاني لسمو الشيخ خالد بن حمدان بن راشد النعيمي مع سعيد بن فايل الزرعي، ولكن خلاص أقول وين السلام؟ السلام إلى دبي، السلام إلى دبي، إلى زحبيل، إلى هجن زحبيل. زحبيل واحد، يا سلام 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 لهجن زحبيل، سلام لي أيضا الدعم الرئيسي لهذا الشعار، تهانينا وسلام سلام سلام دبي، سلام دبي سلام، وأسعد الله مساكم على هذا الفوز وهذا الإنجاز، هذه لحظات الوصول. تهانينا لهجن زحبيل وتهانينا للمضمر راشد بن محمد بن مروشد المركز الثاني، مشغل اللي سموه الشيخ خالد بن حمدان بن راشد النعيمي المركز الثاني. طرف سوان يا سلام، طرف في المركز الأول، طرف وبدون منافس على الإطلاق، أبدا 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 ما ينافسها، ما تنافسها إلا عصاها وآليها فقط لا غير، تبغي السلام أيضا مثل ما أهدى هذا الشعار بالأمس أهدى عجمان إمارة عجمان، اليوم أيضا يعيد الكرة هذا الشعار الجميل. تهانينا لسمو الشيخ خالد بن حمدان بن راشد النعيمي، وتهانينا لسعيد بن فايل الزرعي، وسلام عمان، سلام سلام دار الأمان، سلام دار الأمان، سلام على هذا الفوز، ولم تذق طعم الهزيمة، سلام وتحية لطرف، تحية أعطيكم معلومة، لم تذق طعم الهزيمة أبدا، لأن الهزيمة لها طعم مر. التراث ايضا سمو الشيخ خالد بن سلطان بن زايد آل نهيان وابو هزاع الداعم الرئيسي لهذا الشعار، وسلام يا سويحان، سلام يا ناهل، سلام يا ناهل، وسلام يا سويحان، صفقوا له، يستاهل يستاهل تحية، يستاهل تحية، يستاهل. هذا هو سلهود، هذا هو سلهود، باستراحة المحارب، باستراحة المحارب، خلاص أعلننا فوزه عند لوحة 1200، أعلننا فوز سلهود بالمركز الأول باستراحة المحارب بالأمتار الأخيرة، لكي أيضا يعزز أيضا مقدمة هذا الشوط. تهانينا والناموس لسمو الشيخ خالد بن سلطان بن زايد آل نهيان، والتهنئة أيضا لداعم هذا الشعار سيدي سلطان بن زايد آل نهيان، والتهنئة أيضا موصولة للمضمر أحمد بن خلفان بصايغ الحساسة والمثيرة مع هذه الأسماء، أصدرت التعليمات، أقلعت هذه الشعارات، بدأ الانطلاق الجميل، هو أول المغادرين، المنتحر المغادر مع المركز الأول، ولكن شاهين وصل شيء في هذه اللحظات، الله 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 الله، وصل شاهين مع المركز الأول ليقلب موازين هذا التحدي، والمملوك لسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل الهيان مع المركز الأول، مع تواجد جمعة بن عديك بن تسلة الرميثي الذي يرافقه في عملية التضمير. السلامات تتجه إلى العشوش بهذا المساء الجميل، إذا تمت الأمور، وإلى السمحة وإلى العاصمة أبو ظبي، سلام العاصمة أبو ظبي، والسلام يتجه إلى مالك شاهين سمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، وللمضمر جمعة بن عتيق بن جسر الرميث المبدع مع هذا الشعار المركز الثاني. الناموس وين يسير؟ الناموس لمن يتجه الناموس؟ ولكن الأقرب مع سمحة، الأقرب مع سمحة، والشعار سيدي سمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان يمعى بن عتيج بن تسلح الرميثي، الله، ولكن الخطورة، الخطورة، أوه
وشوف الخطورة، الخطورة وصلت هنا فهو لسمو الشيخ خالد بن سلطان بن زايد آل نهيان أحمد بن خلفان بن صايغ المزروعي. روح يا جلت المال، روح روح يا بن صايغ. الله الله، اللحظات الأخيرة، الناموس وين؟ إلى سويحان، إلى سويحان، إلى ميدان التراث، إلى سيدي بوهزاء. سلام يا سويحان، سلام سلام يا سويحان، سلام ميدان التراث، سلام سلام لسمو الشيخ خالد بن سلطان بن زايد آل نهيان، وسلام لأحمد بن غلبان بصايف المزروعي. تهانينا والناموس. المركز الثاني الحذرة لسمو الشيخ خالد بن سلطان بن زايد آل نهيان. المركز الثالث وصلت سمحة لسمو الشيخ. ولكن العنود، العنود جميلة، العنود جميلة، العنود جميلة يا بن مصطفى، يا بن مصطفى الغالي، الله لا شلك. هذه العنود، العنود غيرت وعاندت الجميع. هذا الاسم الجميل، هذا الاسم المميز، هذا الشعار اللي ما يرضى إلا بالمراكز الأولى في كل ميدان وفي كل زمان في كل المهرجانات يحظى بدعم. ولكن لأول إذاعة، أول إذاعة في هذه اللحظات اللي وصلت اللي هجن زعبيل راشد شعاع شعاع، ولكن لا زالت، لا زالت العنود، العنود، العنود. ولكن لكن شعاع في اللحظات الأخيرة، شعاع للمرة الثانية أيضا. تهانينا لهجن زعبيل وتهانينا لراشد بن محمد بن مروش. مسري بن سالم بالعرطي الحميري. هنا حوار ثنائي، منافسة ثنائية بين الشعارين، بين الشعارين والاسمين. ولكن النصر، النصر، النصر يقترب من النصر، النصر يقترب من النصر بالأمتار الأخيرة، بالأمتار الأخيرة. سلام سلام، وانتصر النصر، انتصر النصر، خذ الفوز، خذ الناموس، خذ الزعفران، خذ التهاني، خذ السلامات. سلام يا سويحان، سلام يا سويحان، ميدان التراث، ميدان التراث، وسلام لابو هزاع. سلام معطر بالتراث بالورد والمسك ودحن العود. تهانينا حيوه يستاهل التحية. سلام 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 للمرة الثالثة، الهاتريك بعد شعر ابو هزاع، شعر سيدي سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، حفظه الله ورعاه على هذا الأداء الرائع والجميل. المركز الثاني كان الوصول مع شاهين سمو الشيخ راشد بن سعيد المحلة مع بشاوي، بينما المركز الثالث فهو هذا اللي حذرت منه، هذا الطليلي، هذا الطليلي اللي قلت لكم خطير بدأ يتقدم في هذه اللحظات. الطليلي اللي اسمه الشيخ فيصل بن عبد الله بن أحمد المعلى ناصر بن عبد الله المدهوشي. ولكن بروكسل، بروكسل مع القمة، بروكسل مع الصدارة، عاصمة عاصمة عاصمة، هذه عاصمة. يا سلام يا سلام يا سلام، سمي على هذه العاصمة. هذا هو بروكسل على المركز الأول. ولكن وتابع الإثارة، ولكن الأمتار الأخيرة، الأمتار الخطيرة ما بين بروكسل، ما بين الطليلي، الطليلي بروكسل، بروكسل الطليلي، ولكن الطليلي، الطليلي بروكسل، الطليلي، الطليلي في اللحظات الحاسمة. تهانينا والناموس لسمو الشيخ فيصل بن عبد الله بن أحمد المعلى، والتهنية موصولة لمضمر الطليلي ناصر بن عبد الله المدهوشي من قادم. والتواجدات الجميلة، المركز الثاني، المركز الثاني. أشوف اللي بدأ، ولكن شوف الصدارة، شوف البداية، شوف المركز الأول والقيادة الرائعة لهذا الشوط مع الياسية. ودعت، قفت مع المركز الأول واندفعت اندفاعا الفوز والناموس هنا بهذا الشوط وهنا بهذا الانطلاق لسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل الهيان. سلام هذا الشعار، سلام هذا الحضور الكبير مع المركز الأول وهذا الحضور الرائع بصدارة هذا الشوط.
والقيادة بدون أي منازع على الإطلاق. تهانينا تهانينا والناموذج لسيدي سمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان وللمضمر يمعة بن عتيق بن كسر الرميتي. والسلام العشوش سلام على فوز الياسية بالمركز الأول. المركز الثاني راشد المكتوم والمضمر هناك مسري بالسالم بالعرطي الحميري. بدأ يصدر الأوامر بدأ يصدر التعليمات على اندفاع الشرف بالمركز الأول. سلام دانت الدنيا دبي. سلام زعبيل سلام زعبيل على هذا الحضور مع المركز الأول وهذا الحضور الرائع وهذا الحضور المميز بالمركز الأول والاندفاع الكبيرة بصدارة هذا الشوط. ولكن أتابع أتابع مقصصة ممكن يكون عندها كلام ممكن يكون عندها رأي آخر ولكن شرف ختامها مسك مع هذا الشعار ختامها مسك مع هذا المضمر بالفعل هذا المضمر العالمي. سلامي عليك يا مسري يا بن سالم يا بن عرطي الحميري تاينا والناموس. إذا اسمه الشيخ راشد بن حمدان مراجع المكتوم والمضمر مسري بن سالم بن عرطي الحميري على